احمد خلينا نبدا وكالعاده، احمد ومحمد خلينا نبدا وكالعاده الحقيقه بتقديم تقرير عن اخبار المونديال للنهارده. ايه اللي حصل النهارده من خلال هذا التقرير؟ اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. وكالعاده ايضا نتائج مباريات اليوم، استراليا بتفوز على الدنمارك بهدف مقابل لا شيء، ولقيت الدنمارك جابت جون. كان تونس صعدت بعد فوزها على بطل العالم، تونس بتفوز على بطل العالم بهدف مقابل لا شيء في واحده من افضل مباريات الفرق العربيه او المنتخبات العربيه خلال هذا المونديال. والسعوديه والمكسيك انتهت هذه المباراه ايضا بفوز المنتخب المكسيكي على المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف، أما بولندا بخسرت من الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء. خلوني أبدأ بقى مع حضراتكم، وأحمد يقول لي أو نبدأ حديثنا عن مباراة أستراليا والدنمارك ورأيك في هذه المباراة. طبعا كانت أستراليا عندها دوافع كبيرة جدا إن هي تحسم الموضوع بدري، بس الدنمارك كانت الخصم يعني الطرف الاقوى في المباراه في وقت طويل جدا. بس استراليا كانت مستبعده اساسا من كاس العالم، او ما كانتش هتوصل لكاس العالم. كانت وصلت بالملحق عادي اللي هو بيحصل بشكل تلقائي يعني بين المنتخبات اللي جايه من يعني هي كانت ابعد الفرق للوصول. سبحان الله، ولكن دخلت المونديال بواقعيه، ما فرطتش في النقاط زي ما الدنمارك عملت. صحيح. في المباراه الاولى قدام تونس. فرنسا اللي دخلت المجموعه كالعاده كمرشحه بارزه او ابرز المرشحين للتاهل. استراليا لعبت على هجمه مرتده من البدايه لان عارفه ان في فرق في القدرات الفرديه بينها وبين الدنمارك على مستوى العناصر يا كابتن، ونجحت في هجمه مرتده منظمه جدا في نهايه الشوط الاول ان هي تسجل الهدف الاول اللي يعني استقتلت علشان تحافظ عليه في لحد نهايه المباراه، لان عارفه انه غالبا النتيجه الناحيه الثانيه ان كان فرنسا كسبت او تونس تعادلت هي هتصب في صالحها. ولكن اللي ما كانتش متوقعه خالص ان هي تعادل نفس الرصيد بان تونس تكسب فرنسا وتوقفها عند النقطه رقم 6. استراليا حققت كل اللي هي عايزاه من المباراه، ووصلت حتى الدفعه المعنويه كبيره انها تحقق نفس رصيد النقاط اللي فرنسا محققاه. هيقابلها خصم صعب جدا طبعا في الدور الثاني هو الارجنتين بعد الدفعه المعنويه الكبيره اللي واجهته اللي هو حصل عليها بوصوله للنقطه 6 وتصدره للمجموعه بعد القلق بتاع ماتش السعوديه. ما اعتقدش استراليا هتكمل كتير بعد ماتش الارجنتين، ولكن ما اعتقدش برضو انها تكون خصم في المتناول بالنسبه للارجنتين في الدور الثاني.